هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاد علينا لقاءنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، نواصل الحديث عن مخالقة الناس بعضهم لبعض بالخلق الحسن. نرى اليوم تلك العلاقة الدقيقة الحساسة، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الراعي بالرعية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم أمر ليس بالهين، الحاكم هو الذي اختاره الشعب ليحكمه ليقوده. وكما هو معلوم، الحكمة التي تقول: كما تكونوا يولى عليكم. إذا كان الشعب الذي انتخب واختار طيبا فإن نخبته ستكون أطيب من الطيب، وإذا كان العكس، إذا كانت هذه الرعية هذا الشعب خبيثا فنخبته ستكون أخبث من الخبث. ولذلك عندما سئل الإمام علي كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين، لماذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فماذا أجاب رضي الله عنه؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كان خليفتين على مثلي وأنا خليفة على مثلك. يعني عندما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خليفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت رعيتهما علي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وكثير من الصحابة الأعلام. فعندما وصل الحكم إلى الإمام علي كرم الله وجهه لم يجد في الرعية إلا الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ولذلك لا غرابة أن يكون الخلاف على أمير المؤمنين. وما أدراك ما أمير المؤمنين؟
في بلادنا في مدينتنا صفاقس في عهد الاستعمار كان هناك قاضي ومفتي في كل عمالة في كل ولاية، يعني مفتي صفاقس الشيخ محمود العذار رحمه الله كان تقيا نقيا وكان سريع البديهة سريع النكتة. جاء أحدهم وهو جالس في مكتبه في أحد شوارع مدينة صفاقس العتيقة عام 1948 عندما احتلت فلسطين، مش احتلت، أعطيناها لليهود، سلمنا في فلسطين لليهود على طبق من فضة. ماذا قال الرجل للشيخ للمفتي؟ قال له توا أنت مفتي والشيخ الأمين الحسيني مفتي، الشيخ الأمين الحسيني مفتي القدس. الشيخ الأمين الحسيني قال له في الحرب ضد العدو يريد أن يطهر بلاده وأنت في مكتبك وقد ارتديت هذا البرنس وهذه الجبة وهذه العمامة، تعرف ايش قال له؟ قالوا لا مش كيف كيف يا ولدي، قالوا لا مش كيف كيف، قالوا على الخاطر هكا مفتي على الرجال وأنا مفتي على الكذا لكيفك، يعني كما تكونوا يولى عليكم. وكذلك الناس على دين ملوكهم، نعم، حتى الإمارة والولاية والإمامة والإمام العادل يؤثر في شعبه التأثير الإيجابي أو التأثير السلبي. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني السلطان يجم يأثر على الناس أكثر من تأثرهم بالقرآن، لأنه في يده السلطة المادية الحالية. واسمعوا نماذج من كيف أن الناس يكونون على دين ملوكهم. عندما فتحت القادسية يعني فارس، فتحها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومن جملة الغنائم التي أخذها المسلمون من مدينة المدائن من عاصمة كسرى أنوشروان سواري كسرى، السواران اللذان وعد بهما صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك عندما تبعه في الهجرة، وقال له عمي علينا وأنا أعدك بسواري كسرى. من الذي جاء بهذين السوارين؟ جندي من جنود الإسلام أتى بهما إلى القائد سيدنا سعد فقال له يا سيدي خذ هذه في الغنائم. فقال له بارك الله فيك، من أنت؟ ما اسمك؟ حتى أخبر بك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ماذا قال له؟ قالوا يا سيدي، يا سيدي لو أردت الشهرة ما أعطيتك السوارين، كنت نجم نخبيهم وما يفيق بي حتى حد، لكن أنا نؤمن أن ربي سبحانه وتعالى مطلع علي وعلى سريرتي، ونعتبر أخذ هذا السوارين يتسمى غلول، يعني سرقة من الغنائم، والسرقة من الغنائم حرام لا تجوز. عندما وصلت هذه الغنائم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورأى ذلك السوارين أو ذينك السوارين تعجب وقال ما هذا؟ من جاء بهذين؟ إنه لأمين، بمثل هذا ننتصر على الأعداء. ماذا قال له القائد؟ قالوا يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، انت عفيت على الحرام وما خذيتش مال أمتك بل أخذت أقل مما تستحق، فتبعك المسلمون وعفوا كما عففت ولو رتعت لرتعت رعيتك كذلك. أمير المؤمنين أيها الأخوة الكرام
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه احد ولاته بطعام لذيذ من ولايته يسمى الخبيص، لذيذ جدا، فعندما تذوقه امير المؤمنين اعجب به فقال: ما ألذ هذا الطعام؟ أهو طعام عامة الناس؟ قالوا: لا، بل هو طعام الخاصة يا أمير المؤمنين. فأغلق الإناء وقال: ردوه إلى الوالي وقولوا له: اتق الله ولا تأكل إلا كما يأكل عامة المسلمين. فانظروا بارك الله فيكم إلى أمرائنا الذين كانوا يحكمون الإسلام والمسلمين، وننظر إلى حالنا اليوم. وإلى فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. شفنا كيف أن الحاكم له دور كبير في التأثير على شعبه وعلى مواطنيه، وخاصة تأثيره يكون إيجابيا إذا كان هذا الحاكم عادلا. لذلك ليس من الغريب أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المشهور الذي يعلمنا فيه بأولئك السبعة الذين سيظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بشكون بدأ بالإمام العادل. لماذا؟ لأن الإمام العادل سوف ينشر بين رعيته العدل، وإذا انتشر العدل انتشر العمران. لماذا؟ لأن العدل يستتب به الأمن، والأمن يجعل الناس آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فيبدعون وينتجون ويعملون ويخترعون ويفعلون الأشياء العظيمة التي ترتفع بالشعب والأمة إلى أعلى عليين. ولذلك إش قال عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله: العدل أساس العمران والظلم مؤذن بالخراب. لأن الظلم ظلمات، لأن الظلم يجعل الناس خائفين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، عند ذلك يخملون، عند ذلك يكسلون، عند ذلك ينزوون في بيوتهم فلا يعملون، وتكون عند ذلك الطامة الكبرى، وعند ذلك ينحط المستوى إلى أسفل سافلين. ولذلك حرص الإسلام على عدل الأمراء. بعض العلماء أعطونا أربع أسس تقام عليها الدول، أربع أسس لا بد منها، إذا نقص منها أس فإن الدولة لا تقام كما يجب. شنو هي الأسس هذه؟ عدل الأمراء لا بد منه، عدل حتى على نفسه. يقول
اللي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه أحد ولاته وهو يسهر في بيته، فتكلم معه عن شؤون الدولة وعن أمور المسلمين، ثم سأله: ما أحوال الأولاد يا أمير المؤمنين؟ ما أحوال الزوجة؟ فنفخ أمير المؤمنين على شمعة مشتعلة فأطفأها وأشعل شمعة أخرى، فتعجب الوالي وقال له: لما فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لقد كنت تسألني عن أحوال المسلمين فكانت الشمعة من مالهم، فعندما سألتني عن أحوالي يجب أن تكون الشمعة من مالي. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى الفرق الكبير بين أولئك وهؤلاء الذين رتعوا في مال الشعب وأخذوا من ماله وقوته ودمه ما تستحيله حتى الحيوانات لا تفعل ذلك. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ضاعت درعه، فوجدها في يوم من الأيام عند يهودي، فأخذه ودخل به إلى قاضيه شريك قاضي أمير المؤمنين، فقال له: لقد وجدت درعي هذه عند هذا اليهودي. ووقف اليهودي بين يدي القاضي وجلس أمير المؤمنين، فما كان من القاضي إلا أن قال: قم ساوي خصمك يا أبا الحسن. فامتعض أمير المؤمنين، ثم سأل القاضي أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، تدعي أن هذه الدرع درعك؟ قالوا: نعم. قالوا: هل لك من بينة؟ قالوا: لا. قالوا: نحن عندنا قاعدة قضائية تقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اليهودي ناكر، أنكر أن هذه درعك، واليهودي ليس له يمين، ولذلك هذه الدرع تبقى عند اليهودي لأنه ليس لك بينة على ذلك. وخرج اليهودي، وقام القاضي من مجلسه وقال: الآن أنت أمير المؤمنين وأنا قاضيك يا سيدي يا أمير المؤمنين، لماذا امتعضت عندما قلت لك ساوي خصمك يا أبا الحسن؟ قالوا: ما امتعضت من ذلك، إنما امتعضت لأنك رفعتني بتكنيتك لي، قلت يا أبا الحسن ولم تكني خصمي، قلت ساوي خصمك فقط. انظروا إلى هذه العظمة. وخرج أمير المؤمنين فوجد اليهودي يترقب خارج دار القضاء ليقول لأمير المؤمنين: والله يا أمير المؤمنين لقد سرقت درعك وأنا أخطط تخطيطا معينا، ألا وهو أني أريد أن أدخل وأرى كيف تقاضون بين الناس، فما وجدت إلا عدلا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فانظروا إلى العدل كيف يصل بالإنسان إلى أن يغير دينه. أما الظلم فظلمات في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الإمام العادل سيكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، فإن الحاكم الظالم قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ولي أمرا من أمور المسلمين إلا وجاء
يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكهما العدل وإما أن يوبقه الجور، يعني الظلم. فحذاري، حذاري من الظلم. عبد الملك بن مروان قيل له: لماذا لستم كأبي بكر وعمر؟ فقال لهم: تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ وهل أنتم كرعية أبي بكر وعمر؟ وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.